هل الجنين شيخ يجب علينا أن نخرج زكاة الفطر عنه؟ لا يجب ذلك. لا يجب، لا يتوجه إليه، لا يتوجه إليه الخطاب، إنما يتملك فقط، هو له الحق التملك. نعم. معناها أن هب له، لكن أن نأخذ عنه أو نزكي عنه هذا ليس علينا، إنما يشترط لذلك أن يولد. نعم. قبل الوجوب، معناها في خلال رمضان، وأن يولد كذلك حيا، حتى لو ولد ومات مثلا لم تستقر حياته لا يجب الإخراج عنه. نعم.